قبيلة قلنا المصنع تاع سحق البذور، البذور هذو من يجوا؟ سحق البذور، البذور من يجوا؟ إذا كانت البذور تجي من الامبورتاسي وما درنا والو، عمك ما صامش، هذا الجهود قاع وهذا الملاير وهذا الخير قاع، لازم البذور تجي من الجزائر. البذور منين؟ نقول لكم حاجة قبل ما نبدا الريبورتاج يا جماعة، رحنا لتيميمون البارح، عطيني الفنات، عطيني الفنات، رحنا لتيميمون البارح، تيميمون المنيعة ولاية أضرار، تيميمون ولاية وحدها ومنيعة ولاية وحدها، ولاية فتية. شوفوا جماعة نقول لكم الكلمة اللي مرة ليلة الجمعة، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، غير المنيعة وتيميمون قادرين نديروا الاكتفاء الذاتي تاع الحبوب ونصدروا. أقسم بالله العلي العظيم، غير تيميمون والمنيعة غير نديروا الاكتفاء الذاتي تاع الحبوب ونصدروا والأعلاف. نقولوا لا بس علينا، تقولوا علاه ورا الخلل، الخلل رحنا للتيميمون ورانا جايين للمنيعة بالعقل. يطفل راني نسجل من بعد عيط لكن كمل تسجيل إن شاء الله بعد البرنامج، الله يرحم والديك. قلنا رحنا، عطيني الفيديو، رحنا لتيميمون، أطلق، رحنا لتيميمون، على بالكم باللي تيميمون فيها واحد الخير، الماء الماء 10 مترات تجبد الماء. شوفوا الخير تاع تيميمون، شوف قال لك الجفاف والجفاف، الجفاف في الشمال الصحراء، والله العظيم واحد الخير لا يعلمه إلا الله. شوفوا الله يبارك، هذه صور جبتها لكم البارح، البارح من تيميمون، والله غير البارح، ورحنا باروت بتوفيق من الله، هذه صور من تيميمون، هاوليك الخير في تيميمون، هاوليك الخير في تيميمون، خير كبير والله والله والله. ويتوفر تتوفر الإمكانات ويتنحوا العراقيل للفلاحين، أقسموا بالله غنديروا الاكتفاء الذاتي ونصدروا الخارج. هاي كاين حاجة نقولك عليها بين قوسين قبل ما نروحوا الريبورتاج، الفلاح كاين دول تحترم الفلاحين، مثلا أمريكا، مثلا روسيا، مثلا فرنسا، مثلا ألمانيا، مثلا الصين، مثلا مصر، يحترموا الفلاحين. إلا احنا بالجزائر الفلاح محقور، والفلاح محقور ماشي جبناه هكذا من الميدان، رحنا لتيميمون. أعطيني ريبورتاج، أعطيني، أقصب أقصب، أعطيني ريبورتاج، أطلق أطلق ريبورتاج، أطلق. لا لا هنا راك صوتيت، لا لا أبدالي بعمي بن يحيى، الفيديو راك فوتو يا حمزة، عمي بن يحيى زيت زيت، قبل قبل، ولي ولي ولا هذا، أسمع هذا فلاح عمي بن يحيى، ما يخدمش القمح والشعير، يخدم البذور. أصعب حاجة في الفلاحة هي البذور، مش يتاع الماكلة، يربي البذور، يربي تكييف البذور. اسمعوا بن يحيى وش يقول، أطلق هذا بهم بهم ميكانيك، رد لي رد لي وش يقول، رد لي رد لي رد لي ها، رد حمزة الوقت زيد هنا، زيد هنا هنا، عندك العين، عندك العين، روح عندك العين يا حمزة، هابر الوقت، أطلق أطلق. بن يحيى السلام عليكم، شد 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 شد، بن يحيى السلام عليكم، واش راك؟ أعطيني أعطيني نحي النووي، نحي النووي، قول لي هذيك هي المقاطعة تاع أوغرو تاع الفلاحين، أنت هو بن يحيى؟ أنا هو بن يحيى. اسمع رحنا ليك للبيفوات لقينا القمح ياكل فيه الجراد ورايب، واش غير الخير احكي لنا، طلع الميكرو هدر طلع، واش كاين احكي لنا، واش كاين الجراد؟ كاين جراد، على ماكش تحصد؟ ها على ماكش تحصد؟ انا مالي ما تحصد، المشكله في الموش. كيف الموش؟ انا لقيناه في الطريق يمشيو، الموش يمشيو في الطريق، لقيتهم جايين في الطريق، ايه هذوك الموش يسيحوا، كيف يسيحوا؟ يسيحوا يديروا سياحه، ايه يسيحوا. ابني حي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انت منين جيت؟ واش من بلاد؟ برج باريش. برج باريش جيت تستثمر هنا؟ القمح تاعك وجد وما حصدتوش، علاه ما حصدتوش؟ انا عندي مشكل تاع الموش، انا قلت لك المشكل تاع الموش، الموش اللي نجيهم لقاهم يسيحوا. كيف يسيحوا؟ ما فهمش، كيف ما فهمتش كيف يسيحوا؟ ايه يسيحوا يضيعوا، يسيحوا يدفقوها، يدفقوا يدفقوا يضيعوا، ايه يضيعوا يضيعوا، علاه يسيحوا؟ هذوك بهم بهم ميكانيك مش مريض، عندهم جوات وعندهم كذا وكذا، جوات ما فيهمش. ولا يا اخي الدوله راهي دايره حمله الحصاد والبذر، ولا ماكش على ماكش تحصد؟ القمح تاعك لقيناه لقيناه بوندوني في الخلا، ما صح لا ما حصدتوش، على ما حصدتش النعمة تاعك. هاني قلت لك المباشر، المشكلة عندي في المباشر. ورحت شكيت للسلطات ولا ما شكيتش؟ لا لا رحت للمقاطعة. المقاطعة هذه هي؟ ايه. واش قالوا لك؟ قالوا نجيب لك المباشر.
هنا شوفوا جماعة هنا الفل... شوفوا الخير شوفوا الخير شوفوا الخير شوفوا الخير تيميمون تيميمون شوف 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 محيط أوفران شوف الله يبارك خيرات قال لك الجفاف في الشمال هنا انت يا فلاح رانا في محيط أوفران أوفران تيميمون صح انت راك تقول ما عنديش تريسيتي الله يبارك هاو كابل في الأرض هاو كابل كابل في الأرض عندك عندك تريسيتي في الأرض عندك في السماء فهمنا في هذه البقالة هذه هذا كابل تاعش هذا كابل يهز بيه للبيفو باش نمشي بيه البيفو باش نمشي بيه البيفو صافي هنا تريسيتي عندك مولد هذا يمشي بالجروب ادينا ترى ادينا الجروب روح ادينا الجروب شوفوه روح نشوفوه روح لي يسمى هنا انت تخدم شوف الفلاح يا دلالي شوف لا مسكين انت الفلاح واش راه يعاني مشي بالجروب هي يعني مشي في الجروب المستقبل على تاعنا راه تمشي بالجروب بالجروب بالجازوال وذاك النهار هضرنا على القضيه المشكله تاعكم ودخلت السلطات يا اخي هاو الكابل عندكم تريسيتي هنايا عنده تريسيتي بصح ما عندوش تيميمون ايه ايه دار الدور تاعو قام بالدور تاعو كما ينبغي وهاو قولي شيخ انت هذا الكهرباء تاع المولد وراه عندك الكابل هاو الكابل هاو الفوق بس 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 ولي ليا ولي ليا ولي ليا ولي ليا كيما راك هكذا ولي هاو ليك الكابل عنده كلش الكابل فيه لاماس بصح ما يديش تريسيتي هنا كاين عملية سحق الفلاح كاين سحق البذور وكاين سحق الفلاح سحق الفلاح شكون يسحق الفلاح هذا الانتربريز وهذا المدير وهذا هذو التحايتيه الناس اللي تاع برا بني عمنا يقول لك التحايتيه هذو الصغار لتحت اللي حاكم المسؤوليه لتحت هما اللي راهم يصابوطيو الفلاح هاوريك مقاول كاين تريسيتي كان كلش ما حبش يطلق قال لهم ما كان نهضر خليه يكمل خليه يكمل هاي لانيش اللي قال لي هاني موجد لانيش للشوال الغرفة ذيك تاوس موجد هم بطوات واقفين كاين لي كابل ما نمدلكش تريسيتي اللي راك تشوف فيها راه فيها ما نمدلكش تريسيتي راه فيها تريسيتي ما نمدلكش تريسيتي هذه فيها تريسيتي ايه بصح ما نمدلكش تريسيتي ما نمدلكش كاينه ما عندك ما دير لي ترانسفورم محول ما نمدلكش تريسيتي هاني شاري اخدم المازور تلزمنا انا محوله تسالني انا مقاول ما نمدلكش تريسيتي ما نخدمش خدمتي تسالني محول ماشي تجيبو صناعي محول ولا مش محول ما كانش تريسيتي أليك. اه متفاهمين بالله تشري البوست ولا ما تشريش ما كاينش تريسيتي انت دوك هنا انت عندك جوج بيفوات وعندي دو بيفو ايه الحمد لله هو حصدته الله يبارك كاين الخير الحمد لله ما شاء الله الحمد لله يا رب انت الله. انت راك متخصص وانا راني متخصص في تكثيف البذور هذو جماعات هذو هذا راه عنده كنز تاع البذور كنز هذا اللي عنده البذور يكثف فيها يربي في البذور راه يتصابوطه من اللي عنده العلف وعنده القرط الزاقات قاعد يطلق اللي يمشي كاتيجوري الله يبارك واحد ميسعة لنا اللي هي لاجي تروى نخدم البلي دير البلي طولها الله يبارك جبنا نتيجة ما شاء الله هاك تشوف سنة الفوق في الشمال ما كاينش مرة يا والله واحد ما سامع بيك يعوض على خوتنا الفلاحين والله وتخدم الويز حنا عوضناهم حنا فلوس يا حي يا ديني عوضتهم عليه قدام يجيب قدام مشينا مسالك انت ايه عندكم 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 مشكلة على المسالك مسالك الله يسهل عليك مسالك واش ندير لك انا مشكلة على المسالك انا قلت لك روح استثمر المسالك يقدر شوية اخف من الكهرباء يا حي يا ديني اللي تعبني بزاف هو الكهرباء يعني انتم ملي تبداو هنا المسالك مشكل الكهرباء مشكل النقل والتخزين النقل والتخزين تلحق يعني النقل والتخزين يا ابن عمي اللي طوندرها وراه يا ابن عمي ندي نوريك تشوف ضاعت لي فايته 50% فايته ليه بسبب الترونسبور وليت نكري هاو كري واش ندير لك انا هاكري دبر راسك الماشينه تضيع تريسيتي ما نعطولكش اكري ما كاش ترونسبور اللي راه يوزع في ما كاش يوزع الوالي بارك الله فيه البلاصه اوامر وعطى تعليمات البلاصه كاين الناس ما نهمش ينفذوا البلاصه اللي راه يخزنوا فيها هنا في هالبلاصه بس البلاصه دايرين حد الحي فما يفرقوا فيها القمح ولا جات مطر ولا كاش حاجه الله لا قاعد يدير وضع كمل خلي يمشي قول له اوغروت وهذاك التخزين كان نورمومو خويا والله غير مانيش عارف ليه لله محمد رسول الله نورمومو حنا رانا في المناطق الجنوبيه فيها مشهوره بزاف كيما نقولوا الحبوب والحبوب وانتاج كثيف تاع الحبوب نورمومو يكون عندنا لي سيلو يا حي لي سيلو يكونوا كيما نقولوا اماكن تخزين حوسوا على التريسيتي والمسالك والنقل والحصاد ولي سيلو صح كاينه حاجه يجيب ربي مضربك هنا راك تهضر معانا
والبوطو راه عند راسك والكابل عند راسك وما عندكش تريسيتي. هاو ترانسفورم سامييني ها. ايه وما عندكش تريسيتي. هاو في الارض. ايه وما عندكش تريسيتي. ما كاش تريسيتي. وتكلمنا على القضية هذه. وما كاش تريسيتي. السلطات. ولحد الساعة ما عندكش تريسيتي. ما كاش تريسيتي. علاه لماذا؟ هكذا وخلاص. المقاول قالك ماني عارف. المحبس. انت انت رقبتك راهي في يد المقاول. إلا رضى عليك رد لي رد لي نهضر مع السيدة هذا رد. إلا رضى عليك المقاول اللهم ما رضاش عليك أخويا وعندنا واش نديروا لك؟ الله غالب. انت رقبتك راهي عند المقاول اذا حب المقاول يحن عليك اللهم ما حبش اخويا الله غالب احنا لا لا فرها عند المقاول خليه يمشي تضر معانا والبوطو راه عند راسك والكابل عند راسك وما عندكش تريسيتي ها ترانسفورم سامييني ها هي وما عندكش تريسيتي ها في الارض هي وما عندكش تريسيتي ما عنديش تريسيتي مازلت وتكلمنا على القضيه هذه وتحركوا السلطات ولحد الساعه ما عندكش تريسيتي ما عندكش تريسيتي علاه لماذا هكذا المقاول قالك ماني عارف يا اخي يا غابس يا اخي راني قلت لك ما يا خليه يمشي الفيديو خليه يمشي انا خلاص هبلت يا جماعه خليه يمشي خليه يمشي الفيديو اتصال مباشره بيننا وبين السلطات العليا يا حياديني الرساله انت انا مباشره ليه واش من مباشره قلنا راك في يد المقاول انت كاين سلطات محليه بارك الله فيهم كاين وحدين قايمين بالضوء كاين وحدين الله يسمح لهم كيما الوالي هنا الوالي تاع تيميمون انسان يعني خدام الوالي ولا غنشكروا راه فوق روسنا الوالي الله يبارك يستمع لنا ويسمعنا ويسمع لنا الانشراح يا المقاول كلمات صارمه يا المقاول هو اللي عنده تريسيتي ماشي الوالي درينا حياتنا درينا حياتنا تعرف انا مكررين حياتنا تعرف جل سبحان انا ميتيبليكاتور مليون ميتيبليكاتور هنايا راح بس ومليون ومن بعد وحاول تخدم اللويز وتجيب لنا المن والسلوى راك في الجزائر عد في يد المقاول مقاول المقاول هو اللي راك في رقبتك الرقبة هذيك الرقبة راهي عند المقاول كي تجيب المن والسلوى كي تهبط مائدة من السماء ما كاينش حوس عليك ماشي ماشي شويه خلينا نشوف ماشي ماشي كاتيجوري جي 3 يا ودي اش تسمى بيه جي 3 يعني هذه ماشي ماشي زيد البذور حنا الدوله اليوم زيد زيد من البذور زيد ماشي ماشي لا لا رد الكلمه الثانيه اللي قالها رد راح منها يبدا الامن الغذائي نتاع البلاد إيه؟ من الامن الغذائي نتاع البلاد إيه؟ يبدا من البذور إيه؟ نعطيك مثال انا يعني ما تعطينيش مثال لكانش جيكات جيكات ولي يا ودي شكون سمع بالجيكات تاعك كاع راه مازالها بذور تا كتكسر الاولى هذه الاولى المخزون تاع البذور الاول اللي هو لاجي 3 يا ماشي 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 حمزه ما تقلقني هذا البذور قدرة زيد زيد مشيت شويه ضول ليها نعم هذا وكان زمينه المشكل اللي نعانوا بها تاع الريح حنا يدخل لك الجليد ما عندناش جليد هنا بس هنا لا سيروس الجليد ما كانش بالصحراء يدخل لهم الجليد بصح الريح اللي راهي دقدق بهم يقول لهم لا ما نسوريكمش الريح ماشي تاع القمح حنا كي دخلنا الريح كل عام تمشي لنا 5 قطار 6 قطارات الله قال بالريح واش ندير لكم يلاه ماشي ماشي معليش خليه ياكل كيما الريح زيد 20 مليون المقاول من بعد الريح زيد ماشي اساس هذا جا من برج بوعريريج جاي يستثمر مولا 25 سنه اليوم في عمره 40 سنه هبلوه خليه يهدر هي كونسي وعندي التقارير تاع الخبره تاع معليش كي انت 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 رضيت بالتراب ديتو اكسيدونتي انا فات ودنا البير سما خسرت فيه 600 مليون تاع الحاسي ايه ومن بعد كي رحنا للمصالح قال لك نعوضك تسمح في الحاسي تاعك تسمح فيه 600 مليون نعطيك في جي اخر جي دخلها فيه ومن بعد جي قال لي مجهول استغليتها المجهول راه داير رايو الولي هذا درنا معاه رينيو ايه درنا معاه رينيو ومن بعد تاع الفلاحه قالوا الدوسي تاع هذا ورا قالوا ما في ادرا قالوا ريكيبيري الدوسي يسوى ادرا سيني لهم يسوى انا نعطي لهم صافي دوكا راه عام رانا في الحوار انت دوك انت راك خدام دوك راني خدام قدا عندك بيبو عندي واحد ما قدرش نزيد مستاج من التعب عطيني ما قطعه ب 50 قطار 50 قطار عندك دروا غير في بيفو واحد بيفو واني عندي حاسي ثاني راني يعني نخدم هكذا وخلاص على راسي يسمى قادر تزيد تخدم ايوا انا كنا يعطوني العقد دوك نزيد بيفو توسيع انا عندي هكذا ولات لي تقريبا بال 50% القديمه زادوني قولي 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 انت من البرج ايه قولي انت راك جيت انت مع جماعه هنا تستثمروا هنايا وشي المشاكل اللي تعانوا منها المشاكل تاع التيران حنا ديجا التيران تاعنا ما فيهاش عندنا لا دار تريسيتي عندك تريسيتي هذا وين ركبت البوست وعندك كهرباء ولا ما كانش عندي ذو الكهرباء جاتك كهرباء كهرباء خالد بصح التراب ما عنديش يسمى كاين اللي عنده التراب ما عندوش كهرباء وكاين اللي عنده كهرباء ما عندوش تراب وعندي انا ها تقرير عن معين مع ها يا ودي تقرير من وقتها من دومي واش تطلب من السلطات يعطيني السيديو لي العقد تاعي جديد هذا ما كان راه عندهم راني في 5 سنين وانا نجري على العقد تاعي ما لقيتوش وراه راني هكذا قطعه 247 راه نسقسيك سؤال جاوبني بصراحه
لو كان عرفت بلي تتمرمد هاك قبل انا عقلك شراني صارف هنا وراني صارف ونقول لك نخدم 10 سنين من قلب سواتي او ذاك البوست شريت واحد تحرق انا زدت شريت بوست ب 100 مليون لا 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 كيف اسمك اسمك الله راه كاميون يدخل البوايا جغل نخدم على الطريق راني خاسر هذه الكاميون ب 24 مليون قول لي قول لي الياس الياس انت انت قد في عمرك جيت مولا 25 سنه 40 سنه لو كان كان يعاود كان يعاود يولي بك زمان اللور تستثمر ايوا عندي فلاحتي في البرج نكبر في البرج من جيشه هنا هنا جينا هنا كاين الماء كاين الماء كاين الفلاحه دخلنا في حيط دوله منا نحنا في حيط كنت يوم كنت عم تقري لك طونوبيل كنت عم جيت بماتريال اللي تراكتوري قشي كومبلي بعته كل بنزين دوزيام حاسي كاش من هذه كلمه اخيره كلمه اخيره ربي يهدينا ويهديهم هذا حنا نشوفوا في هذا بالي هاي على بالك بلي هنا مستثمرين من البرج من البليده من الشلف من سطيف من غردايه من كل مكان جايين يستثمروا دخلوا قاع في حياة مساكن ماشي قاع ما نعرف هذا ماشي ماشي باش نربحوا الوقت واش قال ماشي حنا الدوله راهي ماشي ماشي ندعموا كلش كاين لا لا رد رد ما تخدموش سؤال 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 راني نطرحوا الفلاحين كنت عاود تولي بك زمان اللور ومازال ما استثمرت تستثمر ولا لا ما نجيش ديريكت قول والله والله ما نجي والله ما نجي والله ما ضرب فيها ضربه والله ما نزيد نضرب ضربه وكون يبقى غير هكذا وهكذا ونطفي ونروح انت 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 يا فلاح فلاح انا انا ما تخشى 70 تاع تيميمون تاع تيميمون واش عندك مشكله عندي كونتور خلصوا جا جابوا لي هذاك شحال عامين وما يلعبوا بيحبس والله انا الحاجه اللي غاضتني شتو هذاك جانا يبقى يتمرمد حتى يولي شيخ يعني الحاجه الكنز اللي راه ضايع وشنو هو هو انه الاراده تاع الشباب يدقدقوا فيها شكون هذوك الرقاق مدير مصلحه صنع غاز مقاول من جاي جاي بيننا من الرقاق هذو هما اللي خلاو البلاد الرقاق هما اللي خلاو البلاد هذا يحوس على كونتور ما يعطولوش الاخر يحوس بلاصيل بون مقاول قال المقاول هذا هذا المقاول واش هذا المقاول غول راح ياكلنا هذا المقاول الرجال تستثمر بالملايير باش تسحق البذور والمقاول يسحق في الفلاح اروح انت وفهمها زيد ماشي شويه جعان عندي على ضمانت عام ان لو كان مارش ماشي شويه ماشي شويه ماشي شويه نخدم كل شي شويه زيد كاين زيد من غردايا نعم الصابوطاج كاين ولا ما كاينش كاين كاين صابوطاج كاين صابوطاج كاين كاين بزاف ولا شويه كلمه اخيره تقولها الله يهديهم اش يقولك الله يهديهم وخلاص صح كلمه اخيره ربي يهدينا ويهديهم الله يهديهم اش يقولك الله يهديهم وخلاص صح شفتوا ها الله ها هذا خلاص خلاص ايه هكذا يصرى له الجن اللي يروح يستثمر يهبلوه يمرمدوه ويبقى يدعي يقول لك الله يهديه يا سبحان الله هذه تيميمون من تيميمون وين نروحوا نروحوا للفلاح في الجلفة في عين الشهداء كيف كيف هالك في عين الشهداء ها المشروع عنده 3 سنين البطوات المقاول ما حبش يركب المدرسيتي هذا مكان حاجة بسيطة عملية سحق الفلاح من طرف الرقاق التحايتية الذيابة الجراوة حقارين هطلق ها مازوت سلسل ليل النار والبوتو كاين المشروع كاين بس على المقاول غول ها شوفوا يا جماعة الخير عين شهداء عين شهداء من جهة الدويس من جهة تعظميت من جهة زنينة ها الزيتون الخوخ اللوز البرتقال والو موت كرمت عربي بصح الله غالب ما كان الله غالب واش ندير لكم الله غالب هاشوف الخوخ المقاول هاشوف المشمش ما كان لا مشمش لا والو قلنا والو ما قدرناش بان نقدروا على الموضوع يا الحاج عمليه سحق الفلاح قضيتي بس ما لقيتش باش نقول الذيابه انا مقبولين هالخير راه يصدروا 5 طارات صجره ما طويش عليهم راه 2000 صجره وزياده 2000 وزياده يا والله تقرص مليون صجره الله غالب هاك شوف الصجره قضيتي بس شوف المشمش هو راه يا حي راه قريب يطيب صلاه قبل يا حي يا ديني تو مشمش هاك شوف الخير تاع ربي بصلاه قبل يا حي يا ديني هاك شوف العنبه الصوره هي اللي تهضر مقاول يدي مشروع ديلي عام يقعد ربع سنين ويمنى حابس مركز الدولة سمو جماعة الدولة ما قصرتش هاي شكوى تقدرنا يا ودي لي من سيتشكي الدولة هتخرج في الملاير وتخرج وسعادوا تعال تحت الرقاق هم لهم يصابوا طوب الفلاح رئيس مصلحة مدير الفلاحة
مدير المصنع الفلاحية، مقاول، صنع الغاز، صنع سكارة، صنع حقرة. غنوي هاول الموتور هنا يقبالك، هاول البتية تاع المازوت، رانا اللي نجيبوا المازوت وما طيحوا اللبان، عيينا اللبان عيينا المازوت. البوتوات هم داروا منها عدة ثلاث سنين، ما كانش يجيبوا يجيو يدوروا هنايا. المقاول يجي يدور هنايا، نهار يجيب برويطة غرافي، نهار يجيب بوتو، نهار يرفض بوتو، من ما نروحوا ليه يقول راه عاد قمس سرطان راه يحطم في الحاله. سرطان نديروا حنا الفلاحه ما يجينا بها نديروا، ما كاينش سرطان راه يدمر في الحاله. سرطان كونسير ما كاين والو، كونسير هنا في الدماغ. مقبولين عاونونا، اعطونا التريسيتي هذه يطلقوا. يا ودي شكون يعاونك؟ عندنا ثلاث سنين طالبوا فيك، ثلاث سنين وهم راك بالبطوات ما خلاهم راحوا ما جاوش. زيدوا ثلاث سنين واحد اخرين ان شاء الله يبرد. روحوا للمير يقول لك راني رحت كتبت للوالي، يروح الوالي يقول لك يبعثك لاكيز يقول لك سمان جايه، تروح المدير سونا غاز يقول لك سمان جايه، رحنا للمزدش الولائي قال لك سمان جايه، شيف دايره قال سمان جايه، ما عرفناش وين نروحوا. المشكل هذا ما عرفناش حنا وراه. هذه هي عمليه سحق الفلاح. نحوسوا نطلبوا من السيد وزير الفلاحه هذا المشكل يحلو. يا حي وزير الفلاحه، حي وزير الفلاحه، المال منا مستنى تهم الموتور هكذا حابس المازوت انا نجيبوا فيه لبان بوتوات راهم دايرينهم معلقينهم سما عشان يجيبوهم. اشكرا عدنا في تريسيتي رانا نعانو، حوسوا عتريسيتي جيبوها لنا، راهو زوين هاد واحد نهار قوام. رانا ردو المازوت قالي ما لحقناش الجفاف، ما لحقناش احنا نحوسوا عتريسيتي راهم ما كانش تريسيتي. مقاول قال لك ما نمدلكش تريسيتي. رانا والله نعانو مع المازوت نجيبو فيه تريسيتي، قلنا هاد جدي ما كانش دي يقرص واحد ساجره ما لقاش باه. احنا نحوسوا عتريسيتي ماشي شويه ماشي شويه حتى يخلص البورطاج. ماشي ماشي كاين واحد القنيه ماشي راه هاتلك هاتلك ما طلقوا لناش. رانا من 2020 رانا في 2023 حتى هي غير نخسروا ايه، ورانا قاعدين منو عندنا ايه؟ ثروه حيوانيه هنا ما لقيتش بها نعافروها خلاص ايه؟ رانا مقمونين ايه؟ رانا محقورين 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 ايه؟ رانا مقمونين عاود رانا محقورين زيد وحده مقمونين ايه؟ رانا محقورين ايه؟ رانا مقمونين عاود عاودها لي رانا مقبولين عاود حمزه رانا محقورين رانا مقمونين هنعم. رانا محقورين رانا مقمونين رانا مقمونين رانا محقورين 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 رانا محقورين رانا محقورين رانا محقورين رانا محقورين رانا محقورين رانا مقمونين رانا محقورين رانا مقمونين رانا محقورين رانا مقمونين رانا محقورين رانا مقمونين رانا محقورين احبس خلاص احبس احبس